ثم قال وما تقدموا، ما هنا شرطية، تقدموا جزم فعل الشرط، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، لم يقل تجدونه لأنه جواب الشرط، تجدوه عند الله ما يضيع شيء، إن الله بما تعملون بصير. تضمنت أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا، إن الله بما تعملون بصير. إذن ما الذي يلزمكم؟ أن تأتمروا بأمر الله عز وجل، وإذا فعلتم حصل لكم الوعد والنعيم. وتضمنت النهي عن فعل ما يسخط الله عز وجل، فإن اقترف الإنسان فإن هناك وعيدا شديدا له.